عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: ما حكم من سكت عن الحق؟ لأن بعض الناس يكذبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لا، النبي يقول، الله عز وجل تبارك وتعالى يقول: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطاع بلسانه فإن استطاع بقلبه. فالإنسان يغير على قدر ما يستطيع. ومثل هذه المجموعات المباركة نحن نبين الحق فيها، نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر أيضا بالمعروف. فهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يبين الحق بدليله، وأن المفتري يتقي الله عز وجل ويتوقف عن افترائه. وإن كذبا علي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ليس ككذب على أحد. والله عز وجل قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. فالكذب خطير ومضحوضة مذلة، نسأل الله الستر والعافية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.